تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا كبيرا أمس بأكثر من 535 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لنحو 2 مليون زائر خلال 6 أيام من فتح أبوابه للجمهور. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعاليات حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب.